نروح لفريرة، شايف أداء فريرة إزاي مع الزمالك وفي مباراة القمة، إيه أنسب طريقة يلعب بيها؟ بصي، هو طبعا فيريرا ناس كتير جدا بتحاول ان هي تهاجمه او ان هي تحاول ان هي تقول ان هو الاداء مش مرضي خلال الفتره اللي فاتت. انا ليا وجهه نظر ان نادي الزمالك بيلعب مش كامل، الفريق الوحيد اللي في الدوري اللي بيلعب، ما عندناش قيد عندك اصلا عشان تدعم صفوفك عندك كمان. وعندك عناصر مشيت من نادي الزمالك خلال السنه اللي فاتت، سواء الاساسيين او البدلاء بتوعهم. يعني الطبيعي انت لما بتمشي الاساسي يحترف وتصعدي البديل، لان انت رحتي اللجنه اللي كانت اخيرا في نادي الزمالك مشت الاساسي ومشت البديل. فلما جه فريره، انا شايف ان نتائج فريره مع نادي الزمالك نتائج ممتازه على قد طبعا، القماشه لان هو كمان الموجوده، مسك الفريق في وقت صعب جدا. وقماشتك زي ما حضرتك قلتي مفيش عندك قيد، ما عندكيش العناصر اللي انت تكملي بيها. فطبعا لا، فريره ماشي بشكل كويس جدا 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 مع نادي الزمالك، وهيبان فريره بعد التدعيمات اللي عاملها امير مرتضى منصور المشرف مشرف عام على العام على الكوره. الكرة. اتفرجي على نادي الزمالك السنه الجايه، يعني الزمالك دلوقتي بيعمل ايه؟ بيناطح اللي موجود، اللي مدعم صفوفه، يعني كل فرق الدوري، مدعمة كل الفرق، بالظبط، مدعمة صفوفها. فانت ماشيه معاها مناطحها ومعتليه الدوري وفي الموسم اللي وبتخلصي فات كمان احنا قدرنا ان احنا تحسمي اللقب. تحسم اللقب.